هو في شهر رمضان كما أخذه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الذي لفت انتباهي أن ثاني مرة وردت فيها كلمة قرآن في القرآن، المرة الثانية آية عجيبة لا تخطر على بال أحد. يقول تبارك وتعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. إذن هنا أيها الأحبة، الله يريد أن يقول لك: لا تحفظ غيبا من دون أن تفهم. ليس المطلوب أن تكرر وتحفظ، كلنا نظن أن الحفظ عبارة عن تكرار، وهذا غير صحيح. التكرار لا يعطيك إلا طريقة حفظ، سميها طريقة ميكانيكية، لا تستفيد منها شيئا. كثير من المنافقين اليوم يحفظون القرآن، بعض الملحدين يحفظون آيات من القرآن ولكن لا ينتفع بها. حتى إن القرآن عندما أخبرنا أنه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. فماذا عن الظالم؟ ماذا عن الذي يقرأ القرآن ولا يؤمن به؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأنا أستطيع أن أستنتج من هذا الترتيب، مع العلم أن كلمة قرآن وقرآنه وردت 70 مرة في القرآن، 70 مرة. أول مرة ارتبط ذكر القرآن بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني إذا أردت أن ابدأ بشهر رمضان. الآية الثانية مباشرة لمرات ذكر القرآن في القرآن، ثاني مرة في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن. وهذه قضية مهمة أيها الأحبة، أهم من الحفظ بمليار مرة. لماذا؟ أن تتدبر آية وتفهم معاني هذه الآية وتطبق ما جاء في هذه الآية أهم من أن تحفظها حفظا ميكانيكيا لا تفهم شيئا ولا تطبق شيئا. لأن القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحفظوا آياته، لا ليتدبروا آياته. إذن التدبر هو الهدف. أول آية تعطيك متى نزل القرآن ومتى يجب عليك أن تبدأ بحفظ القرآن في شهر رمضان. الآية الثانية تعطيك آلية حفظ القرآن، وهي الطريقة التدبرية وليس الطريقة التكرارية. طيب، طبعا نحن خلال 30 ومضى إن شاء الله سنشرح معنى الحفظ التدبري للقرآن، وهو الحفظ الذي لا تنساه أبدا حتى تلقى الله، وهو الطريقة التي تجعلك في كل لحظة تعلم كل كلمة أين هي في القرآن، وكل آية أين موجودة، ومعاني الكلمات. يعني مثلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا سأتأمل هذه الآية، يستطيع طفل صغير أن يحفظها خلال دقائق، ولكن إذا أردنا أن نفهم هذه الآية كم سنجلس ونتأمل ونتفكر. لماذا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لماذا قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ لماذا لم يقل تدبروا القرآن ببساطة؟ لماذا تناولت هذه الآية قضية الاختلاف والتناقض؟ لأنك أيها الإنسان إذا حفظت القرآن بصما أو غيبا حفظا ميكانيكيا، حتى ثقتك في القرآن ستكون ضعيفة جدا، وثقتك بالله عز وجل ستكون ضعيفة، لأن الهدف هو التدبر. من وراء هذا التدبر أن تتعرف من هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أهم قضية أيها الأحبة في حفظ القرآن. معظمنا يجهلها، معظمنا يهملها، وكأن المطلوب فقط أن نردد كلام الله مثل الببغاء. أنا ضد هذا الأسلوب تماما جملة وتفصيلا. لذلك أحبتي في الله، إن شاء الله في لقاء قادم أو اللقاءات القادمة سنتأمل طريقة الحفظ بالتدبر. يعني
تتدبر كثيرا تجد نفسك أنك حفظت بشكل أوتوماتيكي من دون أي جهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.